المناسبات الإسلامية المهمة. شهر شعبان، اليوم الثالث، ولادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام في السنة الرابعة من الهجرة. اليوم الرابع، ولادة العباس بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. اليوم الخامس، ولادة الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام سنة 38 للهجرة. اليوم الخامس عشر، ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سنة 255 هجرية في سامراء بأرض العراق.